العديد من الأسئلة حول داعش وما يحدث منه من عمليات قتل وإبادة، وبنقف قدام مقارنات بين اللي كان بيحصل في العهد القديم من حروب وما يحدثه داعش دلوقتي، فبنجد أنفسنا أمام عدة تساؤلات. هل الله اختلف لينا من إله عنف وغضب في العهد القديم لإله سلام ومحبة في العهد الجديد؟ ليه العهد القديم بيظهر الله أنه إله حرب وانتقام؟ مش ده غريب شوية؟ ليه الله أمر بإبادة الكنعانيين؟ هل الله كان بيكرههم؟ هل ما كانش في فرصة تانية قدام الكنعانيين أو حاجات أفضل يقدروا كانوا يعملوها في الوقت ده؟ وليه الله ما ادهمش فرصة تانية للتوبة زي ما كان بيعمل مع شعوب أخرى؟ ليه سفر يشوع بالتحديد مليان بالعنف؟ هل لأن الله عايز يدخل شعبه في حروب متتالية مع شعوب أخرى ويكونوا على عداء دائم معاهم؟ واضح إن في العهد القديم شعب الله نفسه كان عنده أخطاء ما كانوش الأفضل. لماذا لم يعاقب الله شعبه عندما أخطأ بينما عاقب شعوب أخرى؟ هل هناك مكيالين؟ كل هذه الأسئلة وأكثر سيجيب عليها القس عادل ملك راعي الكنيسة الإنجيلية العربية بهانتون بيتش في دراسة بعنوان داعش والعهد القديم في الأيام التالية.